كايلك النهارده حبيب قلب اخوك، بس انا المره دي بقى ما اقدرش ارجع بالكرسي. المهم انت يعني فاهم، انت عملت اللايك، عملت الاشتراك. عايز اقول لك ان احنا وصلنا ل 294 وباقي قليل بس يا جدعان ونوصل لل 300,000. مابوي اللي انا بحبه. فلو انت لسه جديد اعمل لايك للفيديو ده واشترك في القناه وفعل زر الجرس. بصوا يا جدعان، احنا عمرنا في حياتنا ما وصلنا ل 30,000 لايك. ايه رايكم تحدي كده ان الفيديو ده يوصل ل 30,000 لايك؟ لان النهارده في جمدان ومختمين اللعبه مع بعض. هتقول لي جبت يا ابو عادل؟ اقول لك شد الاحزمه وجهز نفسك ويلا بينا يا جدعان ونخش على فيفا. معانا دلوقتي يا جدعان مليار، كان معانا 5 مليار دلوقتي بقى معانا مليار. تفتكر عملنا ايه؟ يعني تفتكر ابو عادل كده؟ ايوه اشترينا لاعبين 116 اللي انت اكيد شفتهم كانوا مين، ولو انت ما كنتش تعرف هم مين خمن تحت في الكومنتات. خمنت؟ يعني ما تغشش. ها ما تغشش. معاك 1 2 3. يلا يا جدعان نخش على الطلبات مع بعض كده. استنى على الشاب الله، استنى على الشاب الله. انت شفت فاهم انت يا اخيرا رسميا اقوى حارس مرمى موجود في فيفا واعلى مدافع، اعلى من مالديني، بس اكيد طبعا مش هيكون بنفس القوه لان كان فرق قصير. بس يلا بينا يا جدعان علشان نوصل اوفر 141. استنى على الشاب الله، انت متخيل؟ يعني انت متخيل يا اسطى الجمدان؟ انت رحت تشتري لعيبه ب 4 مليار ونص. الو؟ لا والله العظيم الو بجد والله. المهم يا جدعان اشترينا كانافارو واشترينا الواد ياشين. يلا بصوا يا جدعان، صحيح اقول لك على حاجه، نخش على الدوري بتاعنا دوري اوبا يا جدعان. فيفا بتروق علينا، فيفا بيتروق علينا، مع ان انا كده كده اصلا بصور في اليوم الجديد، بس فيفا بيتروق علينا وخلاص. ايه يا رجاله حمل التوتس ده ولا ايه؟ الو انا اول لما ادخل البتاع الاقيك ايه؟ والله ماشي يا جدعان. زائد فين زايد؟ زايد يا جدعان، اعتقد اول واحد عندنا في الدوري يوصل اوفر 141 في اللعبه كلها والله العظيم. من الامارات العربيه الشقيقه هي وراح فين؟ يعني انت بتحرجنا زايد كده ولا ايه؟ الو انت فين يا عم؟ واكيد مستخبي هنا. 105 اي هو هنا، ده فاتح اصلا، ده مستني فاهم انت، مستني. يا خراب سكرات، الواد سكر، الواد ريكارد، كانافارو، ياشين، انت لحقت تجيب اللعبة دي امتى؟ لا والله سؤال يعني انت لحقت تجيبهم امتى؟ ما علينا. لا ووكر كمان ده اكيد طلع لك بالحظ فاهم انت؟ ما علينا. احنا المشكله يا جدعان، المشكله دلوقتي ان هو ما بيلعبش اللعبه كتير والله لازم باين على البروفايل، بس عاش اقسم بالله اوفر 141 رسميا في دوري اخوك ابو عادل. عملت اللايك، عملت الاشتراك، يلا بينا يا جدعان نخش نودع اخونا وحبيبنا شمايكل. ياما وقف معانا كتير يا جدعان في ماتشات، وياما شال كتير، وهفضل افتكره بالخير والله العظيم. لشمايكل ده يا جدعان من افضل حراس المرمى اللي انا جربتهم في اللعبه حرفيا، اقسم بالله يا جدعان. يلا بينا مع بعض، ننزل يا شين، انزل يا ياشين. ايه ده انت عايز تدريب؟ انت عايز يتصرف عليك يا اسطى؟ يعني انا جايبك اصرف عليك؟ ما علينا، احنا النهارده يا جدعان هنجرب حاجه جديده قوي تمام، وهي باكت ال 10 باكات مع بعض. في ناس كتير قالت لي جربها ابو عادل، فاحنا هنجربها يا حبيب قلب اخوك، بس انت تشد الحزمه وتجهز نفسك لان النهارده داخلين على خرابه يا جدعان. احنا النهارده يا خراب والله العظيم. سعر التشكيله هيوصل لكام؟ ل 12 ولا 13 بقى كده؟ سعر التشكيله كام؟ 12 مليار ونص، ولسه معانا لعيبه محتاجين نجيبها. خلصانه خلصانه، انت رحت فين؟ تعال، ما يعني انا جايبك اصرف عليك والله العظيم. حرام يا جدعان، ال 3 مليون ولا ال 2 مليون؟ يعني دلوقتي صرفنا 5 و5 10 مليون تمام، 17 مليون ونص. عايز ايه تاني؟ الحمد لله خلاص كده يا اسطى، الحمد لله خلاص كده. المهم دلوقتي يا جدعان فاضل لنا ايه علشان نوصل لاوفر 141؟ انا هقول لك فاضل لنا ايه. فاضل لنا ان احنا نطلع فوفانا ونطلع بنزيما ونجيب حد اعلى من البرتو اللي هو كافو. كده كده هناخد كافو، وكده كده انا هغير فوفانا وبنزيما والرجاله الطرش دي. فاحنا قريبا، انتظر اخوك ابو عادل اوفر 141 في فاهم انت. يلا بينا يا جدعان ثانيه قبل ماشي. يلا لا لا نروح دلوقتي، نروح دلوقتي، نروح دلوقتي فاهم انت، عشان انا عارفك دلوقتي انت شكلك ايه. بتقول يا ابو عادل وخش يا ابو عادل بسرعه. بص يا جدعان، فيفا نزلت دلوقتي معانا وهي الحزمه القياسيه، ممكن تفتح ب 5,000 تاخد ال 10 باكات اللي انت بتفتحهم طبيعي جدا، بس بتاخد ايه؟ باكه هديه فاهم انت، باكه هديه. فاحنا هنجرب الموضوع ده، لو حظه حلو هنكمل فيه، لو حظه وحش مش هنكمل فيه. عملت اللايك، عملت الاشتراك، يلا بينا يا جدعان. لك روح يا ابو عادل، دي بحظنا كلنا يا جدعان، دي بحظنا كلها بحظ اخوات ابو عادل. استنى على الشاب الله يا رب يلعب 117 كده يا رب، او 100 يا رب. لا لا ايه ده؟ اوه قلبي
قلبي والله العظيم انا اتصدمت كده، انا جالي صدمه ورجع ماشي ماشي ان شاء الله هنا بقوك اهو. نعم ايه ده اه ده هي واحده انا فاكر الباكه كلها مع بعض. ماشي اوه روح كريسبو خلصانه احلى سندوتش كريسبو يا اسطى بالبطاطس اقسم بالله دلع الدلع كريبات فتفيد ضرب نار. يلا بينا يا جدعان كمان باكه سنه على الشاي بالله يلا كمان واحده يا رب بقوك اهو بقى. مي ماشي مي 109 برضو 12 مليون 22 مليون حلو. يلا يا جدعان كمان يلا استنى على الشاي بالله يا رب. ووك اوت ده مين ده؟ اكيد برتغال استي استي لا سي ام مين ده مين ده؟ انت بتخترعوا بتخترعوا لعيبه جديده مع 111 ضرب نار 100 مليون طرش الطرش لاخوك ابو عادل احب قلب اخوك 80 مليون والله العظيم طرش الطرش. يلا بينا ده لسه فاضل معانا 6 باكات يا جدعان استنى على الشاي بالله. مي 30 مليون ومي ماشي حلو 30 مليون وما بيطلعكش معاهم حاجه. يلا يا جدعان الباكه دي حظها طرش الطرش كده والله العظيم ده جامد جامد قوي ماشي. ومي 107 ايه يا جوتا ايه يا اسطى انت شكلك عامل كده ليه يا اسطى؟ الحظ كان حلو دلوقتي بدا يعمل ايه يا رجاله؟ الو يلا يا جدعان وكو بقى يا رب وكو ماشي مش وكو مي 107 لا احنا كده ايه طولنا احنا كده في قلة أدب بتحصل يا فيفا سكة ودغري. يلا بينا استنى على الشاي بالله ووك اوت ايكون بقى مش ايكون يبقى 111 و112 اس تي امبابي اس تي امبابي لا على النعمة انت لعبة يعني على النعمة يعني انا مخاصم اقسم بالله ايه ده فرنسا اس تي باريس سان جيرمان او ريال مدريد بنزيكس مثلا امبابي مثلا يعني 62 مليون حلو قوي يا جدعان حلو قوي يلا يا جدعان يعتبر 60 و100 و100 يعني احنا داخلين دلوقتي في ال 200 مليون لسه معانا دلوقتي باكتين يلا حلو تدج 15 مليون اخر باكه يا جدعان معانا اخر باكه الباكه اللي جايه مش دي يا رب يا رب برضه 107 يا جدعان يلا يا جدعان دي اخر باكه يا جدعان اخر باكه معانا ان شاء الله ان شاء الله لعب حلو بقى ان شاء الله لعب حلو بقى اوكا اوكا ماشي مين روبرتسون ماشي هي يا جدعان يعني الى نوعا ما حلوه تمام الى ايه؟ الى نوعا ما. هل احنا ممكن نفتحها تاني يا ابو عادل؟ هل ممكن؟ بصوا يا جدعان انا عايز اعرف الباكه دي هي باكه ايه بالظبط تمام؟ بيقول لك هنا تضمن الحزمه المكافاه المضمونه اسمها ايه بقى؟ باقه الحزمه القياسيه. فين بقى باقه الحزمه القياسيه؟ الحزمه الفائقه خصم 50% على الحزمه القياسيه. بصوا يا جدعان انا هنا ب 2000 ونص هي دي من 116 112 113 انا مش فاهم حاجه يعني اللي انا بفتحها دي بتاعت ايه طيب؟ هي عجبتني بصراحه بس انا عايز افهم برضو لازم نفهم فاهم انت؟ لازم نفهم برضو. تعالى يا جدعان نفتح دي الاول تعالى نفتح دي الاول يلا يا جدعان خمس باكات كده يا رب يا رب حاجه بقى يا رب لاعب بقى كده طرش بقى ولا اي حاجه 3 مليون ليه طيب كده؟ يلا يا جدعان ما انا والله العظيم انا عايز افهم ما احنا لازم نفهم الحزمه القياسيه باقه الحزمه القياسيه باقه دي برضه اسمها باقه الحزمه القياسيه بي بس دي بي الحد اليومي بي يبقى هي بص دي بتاعه دي ودي هي دي بس انت هنا لما بتفتح ب 5000 بتاخد باكه هديه انا كده فهمت بقى احنا كده فهمنا فيلا كمان واحده يا قلب اخوك خلصان احنا كده دلوقتي مش محتاجين نفتح ام 500 احنا يعتبر هي دي اصلا هي دي خلصانه خلصان استنى على الشاي بالله دي بحظنا كلنا يلا روح يا ابو عادل يا رب وكوبا من اولها بقى مين ما ابتدينا ده احنا بننزل بالريتم فاهم انت بدانا 109 نزلنا 108 نزلنا 107 ودلوقتي 106 استنى على الشاي بالله يا رب وكوب حلو مين بدأ السمر يعني ماشي ها يا رب جميل قوي جميل قوي 106 والله العظيم كده يعني في الحوار في قلق بقى قلت لي جرب الباكة جربت لك الباكة ما تقوليش يا اسطى بقى سكة ودغري كده ما تخترع ليش باكة بقى من عندك بالله عليك يعني 106 تاني ايه يا اسطى في ايه يعني انت انا والله العظيم يعني ما ينفع كده ماشي نجرب تاني ايه ده يعني ايه ده والله العظيم ايه ده بجد يلا يا جدعان يا رب يا رب وقوت طيب يعني اي حد طيب اي حد
108 دخية، خلصانة دخية، خلصانة والله. انت حبيبي يا اسطى يا رب. 3 مليون يعني، تخيل يا اسطى تخيل. وانت انت اللي جيت قلت لي افتح الباكه دي، والله العظيم ده انت، ده انت حظك معايا، ده انت ماشي. استنى على الشابل يا رب بقى، وكوب بقى ماشي. مين 108 الواد جوفو؟ حلو حلو، بدأت ها جد معايا فاهم انت. يا رب فاضل لنا باكتين يا جدعان، يا رب وكوب بقى، وكوب بقى، وكوب وكوب مش ايكون. حلو جزائري محرز سي دي ام. مين مين يا جدعان؟ وربنا ما اعرف. بالنصر حلو، 110 70 مليون. حلو يا جدعان، اخر باك، اخر باك الجاي اعتقد يعني. يا رب وكوب كمان ايكون بقى، مش ايكون جامد قوي يا جدعان. هولندا دي ليخت؟ لا مش دي ليخت. مين ده؟ بيجلو يعني. هو حلو حلو برضه 70 مليون، والله العظيم جامد قوي يا جدعان. اخر باك يا رب، وكوت ايكون بقى، وكوت ايكون ماشي. 109 35 مليون عملنا دلوقتي يا جدعان، في اخر 3 باكات عملنا 200 مليون. انت متخيل؟ انت متخيل في اخر 3 باكات 200 مليون؟ دلوقتي مش معانا يا جدعان، بس احنا عايزين نفتح الباكه ام 500 تمام. عايزين نفتح الباكه ام 500 يا جدعان. بص احنا هنودع على حاجه يا جدعان دلوقتي، حاجه جامده قوي. ايه هي يا ابو عادل الحاجه الجامده دي؟ احنا نفتح الخمس باكات كلهم مع بعض. خلصانه خلصانه لك روح يا ابو عادل، ده بحظ اخواتنا الحلوين يا جدعان. وان شاء الله لعب حلو، ان شاء الله لعب حلو يا رب، يا رب لعب حلو. نعم مفيش ووك، مفيش ووك اوت ولا اي حاجه، بس كده كسبنا الواد شيزني 39 28. والله العظيم الباكه التانيه كانت احلى يا جدعان، الباكه التانيه كانت احلى. افضل يو سي ال مش فات. انا افتح هنا ممكن اخد لاعب من لكن والله ما فات. انتوا نصابين عايزين تاخدوا مني ال 1000 فيفا بوينت اللي فاضلين معايا. حافظكم انا بتوع المقالب والله العظيم عارف. يلا يا جدعان، في دلوقتي حاجه انا كنت عايز اعملها برضو تمام، ان احنا نخلي معانا حارس مرمى احتياطي وهو الواد ايدرسون تمام. هتقول لي يا ابو عادل الواد ما انا يعني انت فاهم، انت ما انت لو تسيبنا كمل، ما انا جاي لك دلوقتي علشان لو حصل ظروف طارئه مثلا فاهم انت، حاجات طارئه يعني. انا دلوقتي انا مش عارف انا هحط مين دلوقتي في التشكيله، انا تهت. مين اللي بيتباع طيب ومين انت بتتباع يا اسطى ولا مين انت دا؟ ولا انزل يا انزل جندوجان انزل. مين تاني؟ فيرمينو يعني راشفورد ولا فيرمينو؟ طيب يعني ماشي فيرمينو، ودي فيرمينو 109. اها هنا بقى على ان انا مش عارف مين دلوقتي اللي بيتباع ومين مش بيتباع يعني. دانييلو يا جدعان احنا كسبناه، احنا نودي واحد فينيسيوس ده اللي احنا عارفينه يعني، ونودي واحد دانييل ده اللي احنا عارفينه. دانييلو لو هنتدغدغ والله انا ماشي، نودي واحد من ده والواد نونو مينديز ونجيب ايدرسون 112. تخيل بقى يا اسطى فاهم انت يعني، تخيل تكون حد من اللعيبه دي كان بيبقى، والله العظيم انا اتدغدغ. ادرسو 112 رسميا بقى معانا في التشكيله، ده اللي ده اللي يعتبر يستاهل فيهم فاهم انت، يعتبر يعني يستاهل. يلا بينا يا جدعان، احنا يعتبر تفتكر احنا عملنا كام مليون من الباكات اللي احنا فتحناها يعني؟ انزل تحت في الكومنتات واحسب كده لو انت لحقت انت فاهم انت. احنا نشوف دلوقتي مع بعض بس. يلا بينا يلا بينا يا جدعان، نبيع الواد شمايكل ب 451. ده احنا هنعمل لوز اللوز، هنروح نشتري الاعمال يعني انت فاهم، حوارات والله العظيم. يلا بينا يا جدعان نبدا نبيع. استنى على الشباب الله يا عم، ما اختلفناش ما اختلفناش، انت جاي تشتري باعلى باقل سعر وانا يعني احنا تجار برضو زي بعض. 81 احنا تجار برضو يا جدعان، والله العظيم انا مش هاجي على نفسي بخساره مثلا يعني. ب 61 خلصان، هنحسب دلوقتي يا جدعان، نحسب في الاخر يعني. دلوقتي قول معانا مثلا 100، قول معانا 100 مليون دلوقتي خلصنا، قول مثلا 150 مثلا، انا هبيعه ب 78 ماشي فاهم انت، 78 يلا يعني. قول 200 مع ان المفروض يكون اكتر اصلا، بس قول 200 تمام، نقول 200 عادي، نقول 200. الواد كريسبو يا خرابي يا كريسبو، ده مين عادي يا خرابي ماشي. علاني انا نسيت، انا كنت حاسب لحد كده انا نسيت، ما علينا. 38 حلو، احنا يا جدعان هنعمل يعني انت فاهم انت مليارات. وانت يا انت بتتباع ليه؟
ناس عايزينك ليه؟ 36 يا عم فرقتش يا عم، مليون يا عم فرقتش مليون. خلي الغلابه ابو عادل بتاع الغلابه يا جدعان، ابو عادل بتاع الغلابه بيبيع اللعيبه باقل سعر، فرق 100,000 والله العظيم، توفر 100,000 تيجي تشتري من عندي اللعيبه طرش الطرش. يلا بينا، عايزين يا رجاله شدوا حيلكم يا جدعان، عايزين نشتري فاهم انت، في مهاجم عايزين نجيبه. لا مش هبيعك يا اسطى، عايز تغفلني وانت عليك 500 طلب؟ لا مش هبيعك، لا ما انا مش غابل الدرجات دي، اخاف ابيعه بالغلط والله. المهم نخش على الواد ده، يلا تاني 28 300 يا جدعان، يا جدعان احلى ملايين والله الحين، والله والله احلى ملايين. بس يلا 20 600 دخيه، هنحسب دلوقتي يا جدعان مع بعض، هنحسب دلوقتي لا تقل ايه ده، بس كمان نحسب دلوقتي 19 600 ونشوف هل الباكة تستاهل ولا مو تستاهل. الواد جوفو يلا ودي فرنسي يا خرابي، ما ان شاء الله يتباع، ان شاء الله يتباع يا جدعان، مش بعيده يعني مش بعيد. انت ايه الاخبار؟ ودي يلا يلا، الناس عايزينك ب 20 والله، انت اصلا كسبك ب 8 مليون، في حد تاني يا جدعان؟ الرجاله الطرش ايه؟ ايه الاحوال معاكم؟ يا عم مش دلوقتي، سيب الرجاله الطرش دي، ممكن نحتاجها رجاله صح؟ انا بقول ممكن نحتاجها. يلا بينا يا جدعان نسترد مين؟ الواد كول والواد ايوه ده. يلا يا جدعان نحسب بقى دلوقتي مع بعض، خلصنا 10 600 10 400. يلا بروح انت كمان مع الرجاله، روح مع الرجاله. بصوا يا جدعان تعالوا نحسب دلوقتي بالاله والحاسبه، تمام؟ معانا دلوقتي 700، قول مثلا قول 500 تمام؟ قول 500 والواد ده 300 يعني 800، 800 و800 مليار و600 لحد دلوقتي يا جدعان، سنه نسترد تمام؟ مليار و600 2 مليار لحد دلوقتي، 2 مليار واحنا معانا مليار ونص، يعني انت بتتكلم في 3 مليار ونص تمام؟ 3 مليار ونص اركنهم على جنب، نحسب بقى من دلوقتي 820 200 250 300، انا بقى بشيل الضريبه ها عشان ما تقولوش الضريبه، انا بشيل الضريبه 300 ماشي، 350 400 400 يعني في الحدود دي، شوف 400 يا جدعان، 400 يعني هيبقى معانا يا جدعان 4 مليار كوينز. هنجيب مين بقى باذن الله؟ هنجيب مين؟ هنجيب الواد بروكس خلصانه، نجيب الباك كانتونا وكده كده ان شاء الله يا جدعان، ان شاء الله احنا قربنا ونعمل، ممكن نعمل مكايده بكره بتاعت دخلوني، ممكن بكره يا جدعان نعمل مكايده ال 115 زي ما انت ما شايف كل حاجه جاهزه يا حبيب قلب اخوك، فشد الاحسبه من دلوقتي وجهز نفسك مع اخوك ابو عادل، لان اللي جاي بكره خرابه يا جدعان، وان شاء الله نكسب لاعب هنا، انا عايز اس تي، فان شاء الله نكسب الواد كلوزا او نكسب الواد سكر او اي حد من دول يا جدعان، استعنا على الشاي بالله. فانا مش هقول لك مع السلامه لان انت كده كده تشوفنا بكره يا حبيب قلب اخوك، خلصانه خلصانه بيس.